أسرع إجا. لا سلام الله من رب الرحيم. إيش هاي؟ أسرع إجا. شوي شوي طيب. أسرع إجا. هي هيك على السريع تنلفظ. أسرع إجا. حلبي ها؟ يعني سايبة سوريا كلها ووقفت على الحلبي. الحلبية كمان هم اللي الحلبية يعني القديمين الأصل هذول لهجتهم شوي صعبة صراحة. وإحنا كمان الفلسطينيين القدماء لهجتهم صعبة. يعني لما حكيت لراغد أنا قلت لها كلمة هضني 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 بتعرفش يعني معناها بالفلسطيني القديم؟ هيني يعني ليكني قدامك. أسرع إجا. طيب أسرع إجا يعني تستخدم. لا اديني بمثال ما قلت لكش جاوبي. طيب. ما تربحي يعني ما تربحي حالك. طيب استوطي يا حاج ما تفكرين. أسرع إجا عزوز خلينا نشرب شيء. يلا يعني يلا ايش رايك يعني قريبه من ايش رايك مشان ما يصير كذب.